أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ساعة التربية، الذي أتمنى كما أتمنى في كل مرة لسنوات طويلة أن يكون وقفة، يعني انتظار، تأمل، تفكر، إعادة وجهة النظر، نحكم العقل والمنطق قبل ما نحكم العاطفة في الأمومة والأبوة. نحاول نشوف أما بتصرف التصرف ده نتيجته على ابني إيه، وياريت نحسبها بالمستقبل، لأن الأولاد سواء كانوا في سنة 2 3 5 15 20 21 كلهم مستقبل، وبالتالي اللي بتتصرف فيه داخل نطاق المنزل تأكد تماما بأنك أنت بتتحكم في مستقبل مجتمع كامل. كلام ذو منطق مش كلام مرسل. يوم ما يبقى ابني اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيه وعاوز أربيه تربية كويسة، فبحاول أوجهه عمال على بطال، وممكن تكون في وسط عيلة كبيرة فالكل بيوجه وما بناخدش بالنا وإحنا بنوجه، وكل إحسان ظن من جوه إن إحنا نفسنا الولد ده يطلع كويس قوي فبنوجهه زيادة قوي، ومش فاهمين، أو ممكن أنا أعتذر عن كلمة مش فاهمين، أو مش قادرين نتصور إن عملية التوجيه ممكن تهز أي شخصية، وخصوصا من الناس اللي بيحبونا. أما يبقى بني آدم بتحبه ويوجهك أو يلومك أو ينتقدك أو يرجعك أو يعمل، بيسيب ده أثر نفسي، لإما طور نفسي وأبقى حاجة كويسة، لإما هقعد محلك سر حاسس بالإحساس بتاع إن أنا حساس ومتأثر وزعلان لإني مزعله. الطفل اللي بنوجهه كتير، وفي أمهات عاوزة تدي الأولاد كل الإمكانيات والمعرفة بتاعتها، وهي عندها 30-40 سنة عاوزة تدي كل 30-40 سنة للولد الصغنون أو للبنوتة الصغيرة، فماشية بالورقة والقلم. الطفل الأصل فيه إنه يغلط، مرحلة الشباب الأصل فيها إن أنا أجرب. احنا ما عندناش الطفل الذي لا يخطئ، بالعكس ده الخطأ الأصل في الأطفال وفي الأولاد لحد سن البلوغ، وبعد البلوغ لهم أن يجربوا ويستفيدوا من التجارب بتاعتهم. لكن في زحمة الحياة وفي الضغوط اللي علينا وفي الوقت القليل اللي بنقضيه مع الأولاد وفي زحمة الحياة وعدد الأولاد، وحماتي مزعلاني ولا زعلانة ولا تعبانة ولا مريضة ولا حماتي معايا ولا أمي معايا ولا جوزي مش مرتاح معايا أنا مرتاحة معاه، لأ ده هو شادد ده مش شادد، عاوز أراضي ده وراضي راضي، في ظل الجو ده بنسى الأهم، إن البيت ده يوم ما أنشئ أنشئ عشان نفرز ننتج نحصد شباب وبنات نفسيتهم متزنة. فتيجي ماما توجه، فيبتدي الطفل يقلق من المحاولة، يبتدي الطفل يخاف يغلط، يبتدي الطفل يتردد في عمل الشيء.
تبتدي أول سمات الاهتزاز في الشخصية. فيبتدي الطفل منتظر أمر من ماما أو أمر من بابا لتنفيذ الحاجة. دايما بيبص في عينين بابا وعينين ماما قبل ما يعمل الحاجة عشان يشوف إذا كانوا راضيين ولا مش راضيين. الشخصية اللي زي دي يوم ما تروح حضانة هتبقى شخصيتها ضعيفة، وفي نفس الوقت مش هتعرف تتصرف بتلقائية مع زملائها، وبالتالي مش هتكتسب أصدقاء، وإنما تبقى في شلة ومجموعة. تبتدي الشخصية دي يبقى طالما بابا وماما فوق راسي هعمل الصح، بس لو مش فوق راسي أما أكبر شوية 10-12 أعمل من وراهم الغلط. يوم ما أحب يكون لي أصدقاء يبقى أصدقاء سوء، لأن السوء ملوش قواعد ولا قوانين. لكن لو استخدمت أصدقاء بنسميهم أصدقاء خير هيقولوا لي الصح وهيقولوا لي الغلط وهيقولوا لي المفروض ومش المفروض، وبالتالي أروح للجانب ده ويبتدي الدافع إن أنا أتفوق، الدافع إن أنا أتميز، الدافع إن أنا أكون حاجة. للأسف ما بيبقاش نابع داخلي، بيبقى نابع خارجي لازم حد ملصمه على طول. أما يتولى الولد ده منصب ولا مركز ولا عمل، القرارات هتتاخد ازاي اذا كان ما تعلمش من الصغر انه يجرب ويغلط ونصحح له؟ هيتعلم ازاي يتناقش اذا كنت في البيت ما اديتلوش مساحة انه يتناقش وياخد ويدي اذا كان يعمل دي او ما يعملش دي؟ يوم ما يتجوز، حاضر، يوم ما يتجوز بتبقى الزوجة هي اللي ماسكة البيت وهو التابع ليهم. يوم ما ياخدوا قرار ما يقدرش ياخد قرار من نفسه وأصدقائه يؤثروا على قراره. شفتوا حتة النقد الصغنونة اللي في سن سنة 2-3-4 ممكن تؤدي إلى إيه؟ ناخد أول اتصال معانا. منال، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اتفضل. انا عندي بنتي عندها 4 سنين. ايوه. على طول عياط ونكد وما بتسكتش. ليه بقى عياط ونكد؟ هي اللي جنبك؟ ما مش عارفه، عايزه كل حاجه. ايوه هي معايا جنبي. طب ما بتضحك اهي. اسمها ايه؟ اسمها اسراء. الله، جميل اسم اسراء، جميلة اسراء والله. كملي. مش عارفة اعمل لها ايه ومش حرمها من حاجة. هي البكرية بتاعتك؟ ما هي الوحيدة اللي معايا. يعني هي بتعتمد على العياط دايما في طلب الحاجة بتاعتها، في مرضيتها. عايزه الحاجه دي تعيط عليها. طيب، وهي البكريه بتاعت العيله بقى بتاعتكم؟ ايوه، هي اول فرحتي انا. فرحتك انت وجد وجد وتيتا. تيتا هي متعلقه بتيتا قوي. تعال، لان تيتا بتعمل لها بالنسبه لها البرنسيس بتاعتها، الملكه. ده مش البرنسيس بتاعتها بس، يعني ده ممكن تقطع الدنيا كلها علشانها. الله، جميل. طب انا اقفلي معايا وانا هكلمك. حاضر حاضر. جميل جميل السؤال بتاع ست منال، جميل. على اسراء، بنوتة جميلة عندها 4 سنوات. تعالوا نتصور المشهد عشان نفهم يعني بكرة بيبقى فيه ايه.
عادة احنا عندنا فكر ان دول صغيرين لسه صغننين، فما فيش مانع ان هم لسه صغيرين، فبنفوت لهم حاجات كتيرة 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 كتيرة. ومش معنى كلمة نفوت لهم معناهم انا بطلب ان احنا نشد او نضرب او نزعق او نقول الفاظ او نحتد خالص. انا ما بتكلمش في كده، انا بتكلم في بنوتة ماما موفرة لها كل حاجة، وتيتا مسخرة لها كل حاجة، وواضح ان تيتا يعني بتذوب شوقا فيها، فبتجيب لها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. نفس الحكاية ماما. اخلص بس حتة مدام منال وبعد كده اخش مع محمد، ولا ايه رأيك؟ ماشي يلا. منال ادت كل شيء لهذه البنوتة. البنت دي عملنا فيها حاجة غريبة قوي، نفخناها زي البالونة، فحست بنفسها قوي ان لا تنتظر، واوامرها لازم تمشي، واللي عاجبها هو اللي يمشي، وحتى لو ماما بتعمل ايه تسيب اللي في ايديها وتجري عليها تصوالي. وماما يا عيني غلبانه بتتصل بتقول لي ازاي راضيها دي اللي بتعيط اللي بتعمل. خلينا واقعيين كده، اسراء دخلت مرحله بنسميها مرحله الميوعه في تركيبه الشخصيه. يعني ما ينفعش يعتمد الاب في ان يستجيب لاولاده عشان بيعيطوا. كلنا بنعيط، حتى السن بتاعي ده بنعيط خلاص، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ضغوط، وبالتالي لازم تفهم إسراء بإن إحنا هنجيب لها اللي هي عاوزاه خلاص، بس لازم نحط شوية قواعد. الانتظار نمرة رقم 2، إسراء بنوتة هتكبر وهتبقى ست بيت، يبقى لازم تساعد في البيت. نمرة رقم 3، ما تروحيش تجيب لها كوباية المية وهي عندها 4 سنين، أما لما يبقى عندها 8 سنين و9 سنين هتجيب ليها هتجيب لها إيه؟ وبالتالي رجائي الخاص نفذي اللي انت عاوزاه، بس ما تستجيبيش لعياطها. ليه؟ لان مفيش مجال للعياط، انها تعيط وبالتالي هيقل عياطها يوم ما تحس انك انت ما استجابتيش ليها. محمد، استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد، اتفضل. محمد عبد الرحيم العاشر. اهلا اهلا اهلا، اتفضل. حضرتك انا عندي بنت دلوقتي في ثالثه اعدادي، تمام؟ اتفضل يا فندم. في ثالثه اعدادي حضرتك. اتفضل. تمام. من الصغر يعني كانت الحاجه الله يرحمها الله مدلعاها وكده، وتعرضت لعمليه، واي حاجه بتزعلها على طول. عمليه تمام؟ ايه؟ كانت مركبه شرايح انفصال الرجل الشمال عن فوق. فطبعا تعرضت فخدت وقت يعني مرات. فاقل حاجه بتعصبها حضرتك اقل حاجه حضرتك بتعصبها ماشي، وعلى طول منفعله، وبعد شويه لما تحس بالغلط ابص الاقي هي اللي بتيجي وبتصالحني وتراضيني، وبتبقى حاجه طبيعيه خالص. يعني هي في داخلها طيبه بس انفعاليه جدا جدا. طيب حنينه جدا. طيب احنا ما زلنا في ذاكره انها كانت تعبانه؟ لا، ما هي عارفه ان هي عملت 4 عمليات في رجليها ماشي، وتعرضت لبنج 7 ساعات و9 ساعات، واخر مره 4 ساعات. وتيتا الله يرحمها توفيت من امتى؟ يعني 18 يوم تم سنه. سنه من سنه؟ طيب حاضر يا استاذ محمد، سهله ما تقلقش، اتفضل اتفضل. ناخد ام انس كمان بعد اذنكم. ام انس. وعليكم السلام، اتفضلي ام انس. لو سمحتي، عندي انس 5 سنين و7 شهور. ايوه. هو طفل حركي وبيتحرك كتير جدا، وده مسبب لنا ان احنا مش عارفين نسيطر عليه. عايز طول الوقت يلعب يلعب يلعب، مفيش مذاكره، مش عايز يذاكر، بيكره مسكة القلم وان هو يقعد كده يمسك حاجة يكتب او نقرا. حتى اقول له طب ما تكتبش، طب انا هكتب وانت اقرا ورايا.
عنده مشكلة في الموضوع ده برضو، مش عايز خالص. وطبعا هندخل المدرسة ان شاء الله بعد كورونا كده ما تعدي ان شاء الله. ان شاء الله بالخير. لازم ندخل مدرسة طبعا. وهو بقى مش متقبل فكرة انه عايز يذاكر او لازم يذاكر، وما فيش خروج من البيت، يعني مش بنخرج كتير. طبعا 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 عشان الاحداث. فده بالنسبة له برضو مسبب له ان هو مش عايز يسمع الكلام على طول. عينة دي انا مش عامل. طب اعمل ايه؟ امال بيقضي وقته ازاي؟ ما بين اللعب في البيت بالالعاب بتاعته. حلو. او التلفزيون على الكرتون والحاجات دي. او ممكن نذاكر شوية. بيحب يساعدني ان هو مثلا يعمل معايا حاجة في ده البيت. ده مهم. بيحب يساعدني جدا. ده جدع. انس ده جدع. ما شاء الله عليه. اي حد بيتعاون في البيت مع ماما وبابا ده جدع. راجل. بيحب كده يعني. بس المشكلة بقى ان هو عينة دي وبابا مش بيتقبل الفكرة دي، فدايما ممكن يزعق له يضربه، يقول له لا كده غلط ما يسمعش، فممكن يضربه. طيب. فهو حسيت بقى شوية دلوقتي ان هو بدأ يخاف، يعني كل لما بابا يقرب له شوية يحس ان هو خايف. لو انا قربت له شوية يحس ان هو خايف. وبالرغم انه عينة دي الا انه حساس جدا وطيب وحنين يعني. لو تسمعيني بقى، تسمعي الاجابه على الشاشه ان شاء الله. حاضر. حاضر. طبعا انا يعني مبسوط من الاتصالات، وانا عارف ان احنا مقلين في اخذ الاتصالات في الحلقات الماضيه، لكن ربنا يكرمكم لما فتحنا الاتصالات العدد كبير. بس هجاوب بس على أستاذ محمد وبعد كده أم أنس، ولو تليفون كمان يبقى بعد أنس إن شاء الله. عندنا أستاذ محمد بيقول إن بنوتي في تالت إعدادي اتعرضت لظروف صحية. الظروف الصحية عامة في البيت بالنسبة للأطفال بيبقى لها وقع، بيبقى لها أحاسيس، بيبقى لها مشاعر، بيبقى لها تقدير، بيبقى لها اللفظة الدائمة أبقى أنا والمرض ما ينفعش، لازم أخفف. وبالتالي ما بنحبش نزعل البنوتة وما بنحبش نزعل الولد، بس ما بناخدش بالنا وإحنا مش بنزعله كده، بنديله مساحة حرية أكبر ويحس إن هو عنده إمكانيات أكبر وعنده مساحة حرية من الانفعال أعلى بحكم التربية، بحكم المرض. هو مش هيشوف ان مساحة الحرية دي، لانها عملت 5 عمليات واتخدرت بالساعات وما الى ذلك، لكن في النهاية بتوصل النفسية بتاعتها انها ما بتقدرش تضغط الضغط الطبيعي على مشاعرها، فبتبقى حساسة زيادة عن اللزوم، فما بتحبش كلمة لأ، ما بتحبش كلمة هنأجل، ما بتحبش إن بابا يجي مثلا تعبان من الشغل ومرهق، ممكن يكون معصب شوية من أي حاجة، لأ تاخد جنب كده وتبقى متضايقة. وما ننساش إن سن 13-14 ده سن مراهقة، سن صد، عامل زي القطر مندفع. وبالتالي بنوتك تالت اعدادي مندفعة طبيعي زي أي بنوتة أخرى، والحاجة التالتة إنها تربط بطابع في قدر من الحنو بزيادة، في نفس الوقت مساحة من الحريات بزيادة. تيتا الله يرحمها، ربنا يعني إيه يجعل مثواها الجنة، متوفية أقل من سنة، وبالتالي هي ما زالت متأثرة بالوضع اللي موجود، ومع وفاة الجدة مؤكد البنت اتأثرت. طيب بنحل الموضوع ده ازاي؟ بنحل الموضوع ده زي ما حضرتك جيت وقعدت واتكلمت معايا. اتكلمت معايا وقلت لي ان انا بنفعل، انت بتنفعلي، وبعد ما بتنفعلي بتعتذري. خلاص؟ طب ما نيجي نتكلم بعد ما نهدى خالص، خلاص؟ في بدائل
ازاي اعرف اتصرف في رد الفعل بتاعي ساعة ما بابا يبقى متنرفز؟ ازاي افهم هو بابا متنرفز ليه؟ عشان العربية عطلت بيه، ولا عشان الجو حر، ولا عشان السلم طويل، ولا عشان مرهق في العمل، ولا عشان انا قليلة الادب مثلا؟ لا، مش عشان انا قليلة الادب، ممكن يكون متنرفز عشان كذا. طب بابا شالني قبل كده في حاجات كتيرة، واستحملني في حاجات كتيرة، وشالني في المستشفى، وحطني في العربية، ومن العربية للسرير، وبابا تعب عشاني، وما إلى ذلك. ده بيعرف بالعلاج المعرفي السلوكي. أبتدي أخلي البنوتة تفكر في كل موقف من المواقف بتنفعل فيها، ونحط بدائل، وكل بديل له الانفعال بتاعه. لكن كونها بتعتذر ده أمر جيد جدا وأسلوب طيب جدا، لكن لازم نحط عواقب بقى بعد كده. يعني بعد ما نفهم ونقعد أسبوعين ثلاثة أربعة بنحاول وهي هادية نفهم إحنا بننفعل ليه، والمفروض إن ده مش الأسلوب الأمثل، ومش الأسلوب الأرقام، مش أسلوب كذا، بنحط عواقب. إيه العواقب؟ عواقب بسيطة. يعني إيه؟ يعني هي بتحب شيء معين، فبنزود العامل المقاوم جواها انها ما تتنرفس. تليفونها خلاص بنشيله فتره، تلفزيونها بنشيله فتره، قعدتها مع باباها بتقل حبتين. الحاجه الاهم الخلطه الاجتماعيه. البنوته دي بحكم العمليات دي ما احتكتش اجتماعيا كتير، لانها كانت محبوسه فترات طويله، فلازم تحتك اجتماعيا في أي نشاط اجتماعي. أما ترجع النشاطات الاجتماعية أو النشاطات المناسبة بالنسبة لها الفنية، عشان تقدر تتعلم من الآخر إزاي يقدر يتعامل. نيجي لأم أنس. أم أنس إحنا عندنا مشكلة، والمشكلة دي مش هنواجهها مع أنس دلوقتي، إحنا هنواجهها بكرة. انت بلسانك بتقولي حركي. يعني ايه حركي؟ يعني بيفرق، يعني لازم يبقى في حاجه في ايده، يعني وانت بتذاكري له راسه تحت ورجله فوق، يعني ما بيركز، يعني لما يبقى في ناس بيبقى مشيطن الدنيا كلها على بعضها وقلبها. ده مش لقله ادب، ده مش لقله احترام، ده مش لانه مش مطيع، ده مش لانه عنيد، ده مش لانه عاوز يكسفك. لان ربنا خلق 17% من الاولاد الجانب الحركي فيهم اعلى كتير من اطفال تانيين، وبالتالي الطفل الحركي حله مش الاوامر والقواعد، حله مش ان بابا يزعق ويصوت، حله مش ان بابا يجيب الشبشب ويديله على دماغه، حلو مش ان هو يحرم من شيء، حلو ان انا اخد الطاقة دي وفرخها. وانت بذكائك فهمت ده، ان هو اما بيساعدك في المطبخ بيحب، يبقى نحط له برنامج يتشغل فيه، فك وتركيب هيبقى رائع الولد ده، ميكانو هيبقى الولد رائع، رسومات الولد هيبقى رائع، يوضب معاك المطبخ ويبقى فيه عائد. ايه العائد؟ الحاجة اللي بيحبها. التلفزيون يبقى بيتفرج على التلفزيون شوية، بيلعب بلعبه حبتين، او الايام دي تفك الحظر شوية فينزل مع بابا ويطلع خلاص. بس حله حركي. بمجرد ما تنتهي ازمة كورونا الولد ده لازم يلعب لعبة واتنين وتلاتة عشان تهبط الرياض. الحاجة التانية نظام الاكل، لو نشويات تقللي، لو شوكولاتات تقللي، لو حلويات تقللي. ليه؟ لأن الحاجات دي بتزود الطاقة عند الأطفال فتزود الحركة بتاعتهم. التفريج على التلفزيون أو على التليفون كل ده بيزود الحركة بتاعة الطفل، وبالتالي كل مشاكلك حركة، مش حكاية إن هو ما بيعرفش يذاكر ولا كذا ولا حركة. يبقى آخد الحركة والطاقة دي منه قدر المستطاع، وبعد كده الدنيا. الولد بدأ يخاف، ودي نقطة مهمة،
يبقى هيبتدي يغلط من وراكم، وهيبتدي يتنصح عليكم، وهيبتدي الولد يرتكب أخطاء بذكاء. ما تدفعوش لكده، وبابا بتضربه ليه؟ مش من حقك تضربه. هتقول لي أبوه وبربيه، مش نافع، لأن المسألة مسألة حركية. ناخد علا. علا السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي فندم. السلام عليكم. سمعت يا دكتور، يعني متجوزة بقالي 9 سنين، متجوزة بقالي 9 سنين وحصل مشكلة مع بنتي. لا الصوت تاني معلش، أصل هو فيه دوشة هنا. بقول لك أنا متجوزة بقالي 9 سنين وحصل مشاكل ما بيني وما بين جوزي كتير. ومن كتر المشاكل بيجي لي تشتت في دماغي وذهول، ذهول جامد. وعندي بنتي الكبيره بنفس الحركات اللي انت بتقولها على الطفل اللي فات ده، ودايما بتتضرب من صغرها، بتتضرب كتير قوي وما بتنتبهش وما بتركزش في اي حاجه بتعملها. والتشتت بيجي لي تشتت جامد وذهول في دماغي، ما ببقاش قادره اسيطر عليه. طيب التشتت ده بقى له فتره يا بنتي؟ بقى العلم من جوز اضربني كتير وبيشتمني كتير وبيعذبني كتير، مش ما عادش قادر استحمل، فبحط في نفسي كتير، حتى لدرجه اللي عندي الهرمونات عندي بتخليني اكل، ان شاء الله الساعه 12 بالليل بقوم اكل، لو اني زعلانه بروح للاكل. والبنوت عندها قد ايه؟ البنوت عندها 9 سنين. 9 سنوات؟ لا يا 8 يا دكتور. 8 ومعايا اختين لها تانيين، دايما بتتضرب بيه على كل حاجه عن اخواتها. عشان حركيه يعني؟ حركيه، ما بتنتبهش وما بتركزش في اللي هي بتعمله، واي حاجه بتعملها غلط بتتضرب عليها. حاضر حاضر يا علياء، حاضر حاضر. اسمعي الاجابه على الشاشه. ناخد هند الاول، اتفضلي يا استاذه هند. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا عندي ابني عنده 4 سنين ونص، وعندي ابن تاني عنده سنه ونص. عنده كل ما سنه، واحد عنده 4 ونص وواحد عنده سنه ونص. سنه كل ما يحد الصغير يكون في ايديه حاجه، الكبير ياخد، يبقى عايز ياخدها وبياخدها بتشنج وبعياط رهيب جدا جدا جدا. ما يرتاحش غير لما تكون الحاجه بتاعت اخوه الصغير في ايديه. وبابا لما بيشوف الموقف ده يمسك الابن الكبير يضربه على اعتبار انه كبير. المشكله دي على اعتبار ان هو كبير، وان ده اخوه الصغير، وما ينفعش ان هو يتصرف معاه بالتصرف ده. انا بقى مش عارفه احل المشكله دي ازاي. حاولت ان انا اتفاهم معاه بالعقل، ان هما الاثنين يعتبروا في سن صغير، يعني 4 سنين ده مش سن كبير. يقول لك لا هو ده كبير. انا المشكله دي مش عارفه احلها ازاي. طب عايزه احاول بقدر الامكان ان انا اقنع الاب ان الضرب ده صفه مش كويسه، وبتوصل الطفل لحاجات كتير جدا جدا معقده نفسيا، ومش عارفه اوصل له الموضوع ازاي. طيب هو في اسئله كده. نمره واحد، الولد الاول خد رعايه قبل ما يجي الولد الثاني؟ لان انا كانت عندي بنت وماتت، وحضرتك والولد الاولاني ده كان يعتبر اول فرحتي، فكنت مهتميه بيه زياده عن اللزوم. طيب حضرتك بس ولا ما الاسره؟ لا الاسره بصفه عامه. طيب اما جه الولد الثاني خد الاهتمام شويه منه؟ لا خد الاهتمام شويه، بس الاب بقى مهتم بالنونه اكتر من هو بكتير. طيب بيروح حضانه الولد قبل كورونا؟ كان بيروح حضانه لان انا موظفه. طيب اما بيروح حضانه بيشتكوا منه او من سلوكه او من اسلوبه؟ كانوا بيقولوا ان هو حازم جدا في اسلوبه، يعني يعني ما بياخدش الموضوع كده بسلاسه مع زمايله، لا ممكن بعنف. مش مرن يعني؟ لا مش مرن، كانت الميس على طول تشتكي لي من حاجه زي كده. طيب اللي مش مرن ده شبه شخصيه مين عندكم في العيله؟ انا مش عارفه يعني احددها صراحه دي، لا يعني ما اقدرش احددها لحضرتك. يعني ما تقدريش تقولي مين في العيله مرن ولا مش مرن ولا يعني ناس؟ انا الى حد ما انا كشخصيتي كويسه، ووالده برضو نفس القصه كويس مش وحش، بس
بحس انه يعني ان باباه يعني ايه مش اجتماعي شوية. طيب مش اجتماعي، طيب حاضر. لكن غير كده، غير ان هو بيبقى مش مرن مع اصحابه، في اي شكوى تانية؟ لا لا خالص، هو بس لو كان في اي حاجة مع اصحابه بيلعبوا بازل بيلعبوا اي حاجة، في عنف كده في الحاجة ان هو ياخدها، لكن كدراسة مستجيب جدا وشاطر جدا في دراسته وبيكتب الواجب بتاعه كويس. طيب يعني حاضر. حاجات كتير جدا كويسة فيه، وفي البيت لما باجي اطلب منه حاجة بيساعدني. حاضر يا هند، حاضر من عينيا، حاضر حاضر هجاوبك، حاضر اتفضلي اتفضلي. نجاوب يا شباب، نجاوب. طيب ناخد ام يوسف. ها ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي طفل عنده 6 سنين. ايوه. من هو عنده 4 سنين ظهر عليه اعراض التوحد، فتابعت مع دكتور نفسي 2 سنين، بس سلوكياته كلها اتغيرت بعد العلاج اللي خده، وظهرت عليه حاجات كده ما كانتش بتظهر عليه، ويعمل سلوكياته كلها غريبه ومش عارفه ايه وكده، والعلاج حسيت ان العلاج هو ضره مش نفعه. وبعد كده تابعت مع ليا 6 شهور متابعه مع دكتور مخ واعصاب، وطلب مني اشاعات وتحليل عملتها، وطلع الاشاعات ما فيهاش حاجه والتحليل ما فيهاش حاجه، بس هو الدكتور النفسي اللي هو تابعت معاه 4 سنين، هو عنده 4 سنين عطاله مهدئات، كان بيديله مهدئات وانا ما كنتش اعرف ان هو بيديله مهدئات وكده، وكان بيديله دواء برضه بيعصب وكده، فالدكتور بتاع المخ والاعصاب برضه لما رحت له قال لي لازم يمشي على المهدئات، والمهدئات مش عامله له حاجه خالص، وحركه رهيبه في البيت، بيطلع على البيبان ويكسر ويطلع بره في يخش بيوت الناس، وعامل لنا مشاكل جامده. بيتكلم لا هو متاخر في الكلام، بس الدكتور عطوا له دواء كده اسمه ستيفنسيز، اتكلم عليه يعني بدا يتكلم عليه، بس هو ما بيقعدش وعنده فرط حركه رهيبه، وبنديلهم 3 انواع مهدئات، ابيكسيدون وابريكس، وبياخد برضه مش داعي اوتاماكس برضه لفرط الحركه، وكل ده مش عامل له حاجه. هديكي توجيهات. حاضر من عينيا، حاضر يا ام يوسف، حاضر يا ام يوسف، حاضر ربنا يعينك. طيب جاوب بقى. ماشي. احنا قدامنا 3 اسئله، 6 علياء. يعني متجوزة بقى لها 9 سنوات، وواضح ان هو في خلاف في التعاملات والتواصل بينها وبين جوزها، وواضح ان هو في اجراءات عنيفة بتتم لا اما بينهم لا اما عليها. فالبني ادمين انواع، في بني ادم تتعامل معاه الكلمه ترده، في بني ادمين الموعظه تخليها اهدى، في ناس من نفسها كده ضميريا تعدل من نفسها، وفي ناس ممكن يحتاجوا ان احنا نحط نظام وقواعد. لكن البيوت والنساء والرجال لا يساقون كالبهائم عامة. فطبعا 6 علياء من الضغط كما قالت، هو وصل إلي من مكالمتها اللي ممكن يكون في أبعاد لا أعرفها، إنها بدأت تتشتت ويبقى حاسة إن دماغها واقفة. ده بالتعبير البلدي عشان نفهمه، ده هنك الجهاز العصبي من كتر الضغط وسوء التعاملات اللي موجودة. واضح ان البيت مشدود، بدليل ان البنوتة اللي عندها 8 سنين بقت مشتتة في الانتباه، بقت في نفس الوقت حركية. لا ما هو يا علياء أو يا مدام علياء، مش معنى إن أنا مضغوطة من جوزي أفرغ في بنوتي، أطلع عليها البلا،
أفرغ فيها طاقة سلبية. أنت مكملة في الحياة الزوجية عشان الأولاد يطلعوا أسوياء أو يطلعوا كويسين، وبالتالي حل المشكلة نمرة واحد هو حل ما بينك وما بين جوزك. لازم نشوف هو بيضرب ليه، ده قاسي ليه كده، عنيف ليه كده، بيتصرف التصرفات دي ليه، هل لأنك بترتكبي أخطاء كبيرة أو صغيرة من وجهة نظره، هل بترتكبي بعض الأخطاء والتجاوزات، ما نعرفش، لكن لازم يبقى في حد كبير بينكم، حد كبير عاقل كده يقول والله ما تمدش ايدك وما تهزقش وما تبستفش وهي مش هتعمل كذا وكذا 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 وكذا، لانكم لسه في بدايه حياتكم، 9 سنين ده لسه زهرات، لسه بدري. البنوته المشتته اللي مش مركزه دايما تعلميها تفك وتركب، دايما تعلميها تكون معاكي في المطبخ، دايما تعلميها الخرز وازاي تدخله عشان تزود انتباهها. ولو الامور لم تستقر يبقى الطب النفسي هنا يتدخل في كتير من العلاجات لعملية الانتباه والتركيز والتحصيل الدراسي والقدرة الأكاديمية وزيادتها. نيجي بقى لمدام هند. مدام هند عاتبة على جوزها انه بيبقى شوية عصبي على ابنه الصغنون اللي عنده 4 سنين ونص. اللي عنده 4 سنين ونص ده بيبي لم يبلغ الحلم، ده خلق من الجنة ماشي على الأرض إلى أن إيه يبلغ، وبالتالي 4 سنين ونص، 5 سنين ونص، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، عيل طفل يعني، سنة ونص، سنتين، سنتين، ثلاثة. إيه الفرق بين 4 سنين ونص وسنة ونص؟ إن إحنا ممكن يعني نحفز ده شوية، إن إحنا مش نيجي عليه ونيجي على خطره، وخصوصا إن ولد جه بعد بنوتة توفيت، وبالتالي ماما إدت حنان وعاطفة مضاعفة، حنان طفلين للطفل اللي عنده 4 سنين ونص ده، فحس إن الدنيا ملكه يملكها، قعد 3 سنين من غير وجود شريك، هوب جه الشريك، طبيعي ان انا اخد الحاجة منه، طبيعي ان انا ابقى اناني. ليه؟ لانه جه خد ماما مني، بينام جنب ماما، بيرضع من ماما، ماما بتأكله، ماما بتغير له، ماما بتعمل له، فطبيعي امي دي امي، وبالتالي عشان استوعب هذا الامر مش بالعنف مش بالتخويف. ليه بقى؟ لان حضرتك بتعمل حاجه بسيطه جدا، بتكره ال4 سنين ونص في السنه ونص، فيكبر دايما وعارف ان بابا بيحب الصغير عن الكبير، بالرغم ان بابا فاكر اما بيضرب قلب يعدل بينهم، بيحمي الصغير عن الكبير، لكن في النهايه ده لا كبير ولا صغير، الاتنين أطفال، الاتنين جرعة الحنان للطفل الأول كانت كبيرة، وبالتالي لم يستوعب إن يجيله ضرة، خلاص، ويعيش مع ضرة، ويشوفها طول النهار، وبالتالي بياخد الحاجة منه. عشان كده دايما نشتري حاجتين ونبتدي نحفز الولد، وقرب بابا أعتقد بانه الحل لانه يبطل ياخد حاجه اخوه، تخرج معاه، تلعب معاه، تتنطط معاه، تاخد وتدي معاه، لكن عنف معناها كراهيه ما بين الاخوه، هيبقوا الاخوه الاعداء. الحاجه التانيه تضعف شخصيته، نمره 3 يحس ان هو مهزوز، نمره 4 يحس ان الناس دي مجانين، منين 3 سنين عايش ملك متوج ودلوقتي بيدوني على دماغي. فعشان يتوازن الطفلين طبيعي ان الاطفال بيضربوا بعض وبيتخانقوا مع بعض وبياخدوا حاجه بعض، طبيعي يا بابا، ما يقتضيش تدخلك، مفيش حاجه اخلاقيه حضرتك مضطر انك تضرب عليه عشان ما يطلعش اناني،
عشان ما ياخدش حق اخوه، عشان ما كذا. تاكد تماما ان سيادتك بضربك للطفل اللي عنده 4 سنين ونص هياكل حق اخوه في المستقبل، مش هيبقى جنبه ومعاه. ارجو ان حضرتك تكون سامع الكلام عشان تقدر تستوعب الصوره اللي موجوده دي. الولد ده محتاج على فكره كمان اجتماعيا خليه يندمج ويرسم كتير ويلون كتير ويطلع كتير ويتكلم كتير، خلاص، وتوزعي الوقت ما بينه وما بين اخوه. نام اخوه يبقى الاهتمام بيه هو شخصيا، ويبقى في وقت متفرد بابا وماما واربع سنين ونص، اما ينام سنه ونص اللي موجود. فاضل سؤال ام يوسف. احنا قدامنا وقت مش كده؟ 6 دقايق يا راجل، نشفها كده ليه؟ يلا امر الله. ام يوسف، مخرجنا استاذ وليد يعني بتكلم معاه بقول له يعني منشفها حبتين، بس هو يعني ايه، هو يتمنى ان احنا نستمر يعني. ام يوسف، كلام، في كلام منطقي وفي كلام غير منطقي. طبعا انا مش منوط بيا ولا منوط باي طبيب في الدنيا يطلع على شاشه يشخص، لكن ممكن يدي توجيهات. ده العلم، ده العلم، العلم بمعاينه الحاله، بمشاهدتها، باختباراتها، باشاعاتها، نوصل لتشخيص سليم. لكن اللي استشفيته ان ابنك اللي عنده 6 سنين ده متاخر عن بقيه الاولاد، ما اقدرش انفي التوحد او اقول اصله عنده سمات توحد او ان هو كذا، لكن يعني ما استطيع ان اقول ان ابنك متاخر عن اقرانه في اللغه والادراك والوعي والجانب الحركي والجانب المعرفي والجانب الاجتماعي، ده كل ده متأخر. يبقى يوم ما هختار طبيب، مع احترامي لتجربة حضرتك الطب النفسي، خلاص، رحت الدكتور اديت له فرصته لمدة سنة، ندي فرصة لحد تاني يشوف الولد، ممكن يكون عنده سياسة أخرى وأسلوب آخر. حضرتك ما قلتليش اتدرب ولا ما اتدربش، حضرتك اتكلمتي على شوية أدوية، أدوية يمكن أن تؤخذ مش غلط، لكن في حاجات تانية كتير لم تذكريها. الولد ده محتاج يتشخص صح، خلاص، ويروح لحد ذو خبرة وتبتدي معاه من أول وجديد، مفيش أي مانع، خلاص، تدي مساحة لطبيب آخر وتخصصه الطب النفسي. المخ والأعصاب جزئين، جراحة وباطني. الباطني له علاقة بكل ما له علاقة بالجلطات، بالالتهابات بتاعة الأعصاب، بالأمراض بتاعة الخلايا العصبية، بغيرها بغيرها. جراحة مخ وأعصاب مختصة تخصص كامل في الجراحات، في ورم ولا حاجة، في انسداد، في أنيوريزم، في مع أي مكان، خلاص. لكن اللي ذكروا حتة ابنك دي هم بتوع الطب النفسي، فهم هتلاقي وفوق كل ذي علم عليم. الطبيب بتاعك مهما بلغ من علم هتلاقي في حد أكثر وأكثر وأكثر، لأن العلم لا يقف على حدود حد. لكن الولد ده متأخر، محتاج رعاية منك مستمرة، وعلاجه بيستمر لسن 18 عام مش بعد 18، لأن ده سن إغلاق الجهاز الإيه؟ العصبي. النهاردة فتحنا الاتصالات، وانا سعيد بهذه الاتصالات، وسعيد الاستاذ عبد الحميد ده هو اللي يعني ايه، هو اللي اشار عليا ان انا افتح الاتصالات النهارده، لكن ربنا يجزيه خير يعني عن 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 الاشاره بتاعته رئيس القناه يعني. ف لكن انا احساسي الداخلي عاوز اوصله لكم، ان انا ببقى في منتهى السعاده اما اجد قدر من الثقه من اي متصل لما نقدمه من سنوات. واتمنى ان اي كلمه بقولها تصل الى القلوب وتعيها العقول، لان احنا ما نريد الاصلاح الا ما استطعنا.
أهم حاجة لازم نفهم إن نفسية أولادنا زي أي جهاز آخر نهتم بيه، زي الرئة، زي الكبد، زي القولون، زي الأمعاء، زي الجهاز الحركي، زي الجهاز البولي، زي أي حاجة. النفسية، النفسية جزء أصيل في الجهاز العصبي داخل المخ. الأحاسيس مراكز، الأفكار مراكز، الخوف مراكز، حتى الصبر ليه مركز في جذع المخ، خلاص. وبالتالي الاندورفين والانكفلين دايما بتطلع ساعة المصائب وساعة المشاكل وساعة الآلام وساعة كذا وساعة كذا. اللهم أفرغ علينا إيه؟ صبرا. إن شاء الله نلقاكم يوم الجمعة في الميعاد الثابت بتاع حلقتنا، الساعة أعتقد إن كانت الساعة 9، أعتقد الساعة 9، الساعة 10، يبقى الساعة 10 هتبقى سهرة معاكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.